قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيوقف مؤقتا تقديم المساعدات الغذائية في إثيوبيا بسبب سرقة واسعة النطاق للتبرعات. يأتي ذلك بعد قرار مماثل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويحتاج أكثر من 20 مليون لمساعدات غذائية في إثيوبيا نتيجة لأسوأ جفاف يضرب منطقة القرن الأفريقي منذ عقود، وصراع استمر لعامين في الشمال خلف عشرات الآلاف من القتلى.